هو اللي حصل الجون المغربي او الرجاوي في الدقيقه الاخيره من الشوط الاول، حصل عمل دربكه وربكه داخل معنويات لاعبي الاهلي، ده حقيقه. ودليل على كده كم الفرص المتاحه والارتباكات في غلق الدفاعات، يعني كان لازم يحصل، حصل تغييرات ايجابيه وبعدها يعني علينا عليها علامه استفهام. طب احنا لو يعني لو وقفنا تاني عند تفصيله الفرص اللي ضاعت وضربه الجزاء اللي اتصدت، هنا ممكن يبقى فيه وجهتين نظر. وجهه نظر بتقول ان الكلام ده حصل نتيجه تقصير ما، نبقى نناقشه بعدين، بس المرجعيه ان في تقصير ما، عدم تركيز، عدم وجود الفينشنج، التاتشات النهائيه. وفي وجهه نظر تانية بتقول لك ما دي كره قدم في نهايه المطاف، لا أنا وارد جدا يبقى في توفيق او ما يبقاش. انا مع عدم التركيز، او الارتباك نتيجه الهدف المغربي اللي جه في الدقيقه الاخيره، لخبط الدنيا شويه، لخبط اذهان لاعبينا وخلاهم يعني بيضغطوا على نفسهم عشان يوصلوا للهدف الثالث يعني. وده يعني كل ما تبقى مضغوط تركيزك بيقل. صح. يعني بس احنا اتكلمنا في موضوع الضغط ده كتير، معلش خليني اتكلم معاك. يعني اتفضل. الضغط بقت نغمه او بقى عذر بيتسمع كل مباراه تقريبا. انا مش بدي اكسكيوز برضو ومش بهاجم في نفس الوقت، يعني لا بدي عذر ولا بهاجم، بس فكره ان انا كل مباراه اطلع اقول اصل احنا علينا ضغط، لا مش مبرر. ما هي دي بقى. لا مش مبرر خالص، مش مبرر اطلاقا. لا احنا بنقرا اللي موجود في الملعب يعني. طب ما هم داخلين عارفين ان هم مضغوطين، وداخلين عارفين ان السيزون عامل ازاي، كان لازم يبقى يعني الفرصه المتاحه تبقى زي جوهره. ايه لو اتغير يا استاذ سامي كانت المعادله كلها هتتغير، وبالتالي النتيجه والاداء هيتغيروا من وجهه نظر حضرتك؟ عفوا، ايه لو كان اتغير من اللي انت شفته؟ لا كان لازم اللعيبه تبقى اهدى شويه في الشوط الثاني بالذات. حصل في الشوط الاولاني جه جول، لازم يبقوا اهدى شويه ويبقوا قريبين من بعض كتير، ويعني الحماسه الزايده للوصول للهدف الثالث كان لازم تبقى جماعيه. انا اللي انا شفته ان الجماعيه اللعب الجماعي ما كانش كانت منكوسه يعني. شويه كانت منكوسه، كل واحد يعني من لعبتنا من لعبة الاهلي عايز يخلص الماتش بمعرفته، وده مش كويس، ما ينفعش يعني. دي سمة الاهلي كره جماعيه بالذات، اللي هي بتوصل بطولات كتيره جدا، والثبات الانفعالي ده ما كانش موجود في الشوط الثاني بالذات تحديدا.